السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وملعب الأهلي، لكن المرة دي مع كاس زايد للأندية الأبطال. الحقيقة مش مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بس في دور 16 في كاس زايد للأندية الأبطال، لكن كمان النهاردة يشهد يوم عالمي في كرة القدم أو حتى في كرة اليد اللي هتبقى بعد ساعة من دلوقتي. نهائي أفريقيا هيواجه الأهلي بإذن الله نادي الزمالك في كاس أفريقيا. كل التوفيق للأهلاوية بإذن الله تعالى، ويرجعوا بالكاس بإذن الله من كوت ديفوار. كمان في مباراة يعني لسه بتتلعب لحد دلوقتي ما بين برشلونة وريال مدريد، أكبر أندية العالم بالتأكيد، يعني أنت بتتكلم مش أقل من 2 3 4 مليار واحد بيتفرج على المباراة ديت، وليه لأ؟ حتى لو ما فيهاش لو ما فيهاش ميسي، حتى لو ما فيهاش رونالدو، لكن يبقى الاسمين الكبيرين لبرشلونة وريال مدريد والتفوق لريال برشلونة 2-1. كمان في السياق بقى اللي احنا بنتكلم فيه ونهايه افريقيا اللي هيبقى يوم الجمعه باذن الله الجايه ان شاء الله الرحمن على برج العرب بحضور اكثر من 60,000 متفرج اهلاوي مصري باذن الله يكونوا ان شاء الله الرحمن متواجدين ومواظرين ومساندين للنادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا والتاسعه يا اهلي باذن الله تعالى. يعني الترجي بيستعد للاهلي عن طريق حمام الانف وبيكسبوا هناك في الدوري التونسي 2-0، والحقيقه كمان لعبوا كل الناس اللي ممكن يبقى ليها مشوار في او ليها تواجد في المباراة النهائية. لعب إيهاب المباركي اللي تتذكروا السنة اللي فاتت لما لعب قدام النادي الأهلي وبعد كده جاله رباط صليبي، هو باك رايد ممتاز جدا رائع جدا هايل جدا، لكن كان عنده رباط صليبي وقعد فترة طويلة جدا. النهارده يعني بيدفع بيه من بداية اللقاء على حساب سامح الدربالي، ممكن يكون مريح سامح وممكن يكون بيحضر الراجل، لكن أشك إن هو يحضره في مباراة نهائية. ما بيلعبش كتير وما شاركش في دوري الأبطال الأفريقي من فترة، يمكن من الأدوار التمهيدية في البداية، لأن هو كان متعور زي ما قلت لحضراتكم في رباط صليبي. فبالتأكيد يعني نسبة 90% أو 99% إيهاب المبارك مش هيبدأ من البداية اللي هو الباك رايت. يعني كمان النهاردة بيدفع بمعز بن شريفية، وده إحساس الشخصي إن هو هيلاعبه في ماتش الأهلي من البداية. واللي جاب الجول النهارده كان هيثم الجويني اللي هو بيلعب ساعات مع الخنيسي وساعات بيبقى بديل للخنيسي، وانيس البدري المتفوق جدا في الارقام وحساباته واهدافه وصنعه للاهداف سواء كان محليا وافريقيا مع الترجي التونسي، والورقه الرابحه الكبيره قوي 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 للترجي التونسي انيس البدري بيضيف الهدف الثاني في مباراه كانت سهله نسبيا، حسمها الترجي من الشوط الاول وتحديدا في اول حوالي 33 دقيقه من عمر اللقاء على حساب حمام الانف. سيبونا من الترجي دلوقتي يوم الثلاث ويوم الاربع باذن الله هنحضر حاجه فنيه لكل عنصر في عناصر الترجي الاساسيه او حتى البدلاء من خلال شرحنا لفرقه الترجي وازاي بيلعبوا داخل القاهره وازاي بيلعبوا خارج القاهره وبيلعبوا بطريقه ايه ومين اقرب العناصر اللي هتلعب او التشكيله اللي مش هتخرج عن ال11 اللي هنقولهم باذن الله. النص الثاني النهارده من ملعب الاهلي هيكون معانا كابتننا وتحليل تفصيلي لكل صغيره وكبيره خاصه بلقاء الاهلي والوصل الاماراتي مع كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن ماهر همام وكابتن اسامه حسني. لكن في البدايه طبعا عشان الاجواء سريعه والاجواء يعني مباراه الوصل الاماراتي وكاس زايد للانديه الابطال والانديه اللي موجوده كلهم عندهم تاريخ كويس جدا سواء كان محليا او قاريا خاص بافريقيا او خاص باسيا، خلينا نطير على طول لكريم احمد يقول لنا الاجواء من هناك. كريم اتفضل. شكرا ليك يا كابتن سعيد عبد الحفيظ، برحب بيك في البدايه كابتننا الكبار كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن ماهر همام، كابتن اسامه حسني، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي اينما كنتم. الاهلي على موعد اليوم في بطوله كاس زايد للانديه الابطال دور ال 16 الاهلي والوصل الاماراتي على استاد برج العرب في الساعه 8 مساء. كالعاده طبعا تمنياتنا بكل التوفيق لفريق النادي الاهلي، ان شاء الله النهارده تكون اداء ونتيجه بروفة اخيره. يمكن طبعا هي مباراه في بطوله هامه وبطوله قويه وثالث اغلى بطوله على مستوى العالم، لكن بروفة اخيره وقويه ان شاء الله لمباراه الاهلي والترجي اللي كلنا امل كبير جدا في فريق النادي الاهلي، ان شاء الله تكون البطوله التاسعه من نصيب النادي الاهلي. كالعاده كابتن سيد بنحط كل جمهورنا وكل مشاهدينا في اخر اخبار وكواليس فريق النادي الاهلي سواء في فندق الاقامه وايضا كمان في ملعب المباراه. احنا طبعا بالنسبه لفندق الاقامه الامور يمكن ماشيه بشكل طيب بالنسبه لفريق النادي الاهلي، مستر باتريس كابتن محمد يوسف حاله السيطره الكبيره والشديده اللي احنا بناكد عليها في كل رسائلنا في المباريات الماضيه في البطوله الافريقيه في البطوله العربيه مستمره حتى هذه اللحظه. النهارده كمان كالعاده كابتن سيد هنشوف عدد كبير من اللاعبين، هيكون النهارده هيكون مستر باتريس كارتيرون تدوير كثير النهارده لبعض اللاعبين لفريق النادي الاهلي. النهارده هنشوف لعيبه بتريح، كمان عندنا اصابات لعيبه بترجع كابتن سيد ولعيبه كمان بتتصاب في كل مباراه، لكن يمكن زي ما قلنا قبل كده ده قدر النادي الاهلي، كل لعيب لابد يكون مركز بشكل كبير جدا، الفرصه جايه سواء في هذه المباراه او في هذه البطوله او في اي مباراه اخرى. لو بتكلم كمان على قائمه فريق النادي الاهلي اللي ضمت 22 لاعب
على راسهم شريف اكرامي والشناوي وعلي لطفي، احمد فتحي، سليف كولوبالي، سعد سمير، احمد علاء، ايمن اشرف، صبري الرحيل، محمد هاني، كريم ندفد، هشام محمد، حسام عاشور، عمرو السوليه، احمد الشيخ، احمد حمودي ومحمد شريف، وليد سليمان، ميدو جابر، صلاح محسن، ومروان محسن، ووليد ازارو. يمكن الوجه الابرز والجديد طبعا على قائمه النادي الاهلي في البطوله العربيه وهو احمد علاء مدافع فريق النادي الاهلي. طبعا زي ما احنا عارفين تم قيده خلال الايام الماضيه كاخر ورقه في قائمه البطوله العربيه. بنتمنى النهارده ان شاء الله كل اللعيبه تكون موفقه، سواء احمد علاء النهارده خد فرصه او اي لعيب ما بيشاركش خلال المباريات الماضيه يكون النهارده مشارك، يكون التوفيق حليفه. النهارده بنتمنى تكون اداء ونتيجه تسعد فريق النادي الاهلي وتسعد كمان الجهاز الفني، اعضاء النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي. كالعاده طبعا في فندق الاقامه بتكون في وجبه عشاء معتاده. كل التحيه ليك كابتن سيد عبد الحفيظ كابتننا الكبار. ثاني شكرا كريم، يعني شكرا جزيلا كريم احمد من الاوتيل اللي بيكون فيه النادي الاهلي ومباراه الوصل الامارات. طيب مش هنتكلم على اهميه اللقاء لان احنا شرحناها امبارح مع كابتننا اللي كانوا موجودين امبارح معانا في الاستوديو، كابتن عادل طعيم وكابتن حماده صدقي وكابتن شريف عبد المنعم، وهنواصل الحديث مع كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن ماهر همام وكابتن اسامه حسني. اهميه اللقاء ليها حاجات متعدده، يعني سواء كان الاهميه في البطوله نفسها او الفوز بشكل كويس او الخروج من المباراه يعني بنتيجه ما تبقاش لو مش مطمنه قوي ليها او مش مطمن ليها بشكل كبير ما يبقاش فيها صعوبه في مباراه العوده، كمان تسبق مباراه الترجي التونسي والحاله المعنويه كمان قبل مباراه الترجي التونسي مش عايز تبقى مصاب تفتقده ولا غياب للعنصر مهم جدا في ختام مشوار هو الاهم والبطوله الاهم والبطوله الاقوى والمباراه المنتظره لكل الجماهير مش في مصر بس في افريقيا بشكل كبير. فهي يعني حسابات متعدده، والله يكون في عون الراجل، يعني دايما حسابات المدير الفني كلها يعني تفصيليه، كل حاجه صغيره وكبيره هو اللي بيحاسب على المشاريب، هو اللي بيحاسب على الفاتوره ككل يعني، فلازم يبقى بيفكر في خلي الاحداث تديرك، ده مهم جدا النهارده، ان شاء الله الرحمن يبقى فيه باذن الله تعالى نتيجه كويسه ونقدر ان احنا نعدي بشكل كويس جدا، هنتابعكم طبعا من خلال المباراه الثانيه اللي هي نهائي دوري او نهائي افريقيا لكره اليد ما بين الاهلي والزمالك، بالتاكيد الساعه 7:30 هتبدا اللقاء، فهنتابعها باذن الله لانها مهمه جدا وان شاء الله الرحمن يبقى احتفاليه كويسه جدا للنادي الاهلي سواء كان على مستوى كره اليد او على مستوى كره القدم. طب هبدا معاكم بسرعه كده عشان ما فيش وقت النهارده كتير للمباراه، خلينا نقول ونذكر بمباريات الاهلي او بطولات الاهلي العربيه اللي بداها الاهلي سنه 95 بالبطوله العربيه للانديه ابطال الكؤوس، ودي كانت في مارس 95 قدر الاهلي يحصلها يحصل عليها، كانت هنا في القاهره، وبعدين البطوله العربيه للانديه ابطال الدوري الاولى ابطال الكؤوس 95 والثانيه 96 ابطال الدوري. في كاس السوبر العربي كان في مارس 97 ده كان في المغرب على فكره، وكاس السوبر العربي في ابريل 98 ده كان في تونس مع الافريقي التونسي، وكان الافريقي التونسي وقتها يعني ما ادراك ما الافريقي التونسي. عندك كمان نتائج الاهلي في البطولات العربيه، الاهلي لعب 53 مباراه فاز في 31 وتعادل في 14 واتغلب في 8، الاهداف له 103 هدف وعليه 41 هدف. الهدافين ما زال كشري بيتصدر المشهد، احمد عبد المنعم المدير الفني الكفء طبعا لفرقه الترسانه ب 13 هدف، هادي خشبه 8 اهداف، حسام حسن 7 اهداف، وليد صلاح الدين 7 اهداف، علي ماهر 7 اهداف، احمد فيليكس 5 اهداف، وعادل عبد الرحمن 5 اهداف. نتائج مواجهات الاهلي مع انديه الامارات بشكل عام، 95 لعب الاهلي مع النصر 3-1 للاهلي، 2017 السنه اللي فاتت في البطوله العربيه المجمعه اللي اقيمت هنا في القاهره لعب الاهلي مع الوحده 2-0، كانت الاهداف لو تتذكروا كان عمرو بركات احرز الهدف الاول وكان اسلام محارب في اول اهدافه مع النادي الاهلي كان احرز الهدف الثاني. لعب مباراتين فاز في مباراتين تعادل 0 خساره 0، والاهداف زي ما قلت لحضراتكم 5 اهداف وعليه هدف. نادي الوصل الاماراتي يعني اتاسس سنه 1960 باسم نادي الزمالك، عام 73 تم تغييره اسم النادي الى نادي الوصل، رئيس النادي الشيخ احمد بن راشد آل مكتوم. بطولاته 7 بطولات على المستوى المحلي، بطوله الدوري وكاس رئيس دوله الامارات مره، وكاس الاتحاد الاماراتي مره، وكاس انديه الخليج مره.
نتائج الوصل الاماراتي في دوري الخليج العربي الاماراتي اللي هو اسم الدوري عندهم هناك، يعني زي ما احنا هنا مثلا بندي لقب للدوري او اسم للدوري، هم مسمين هناك الدوري الاماراتي باسم دوري الخليج العربي الاماراتي. لعب 7 مباريات، فاز في 2، تعادل في 1، هزيمه 4، الاهداف له 11 وعليه 14، الترتيب العاشر. كايو اللاعب البرازيلي هو هداف فريق برصيد 3 اهداف. ازاي الوصل الاماراتي بيسجل اهدافه او معظم اهدافه ال 11 في دوري الخليج العربي؟ جت عن طريق الاتي: تسديدات 36% من اهدافه كانت عباره عن تسديدات، ضربات ثابته واللي شرحناها امبارح كانت عباره عن 27%، وضربه جزاء 18%، وتمرير طولي في العمق كان 9%. يعني تسديدات 4 اهداف، وضربات ثابته 3 اهداف، وضربتين جزاء وتمريره طوليه واحده جاء منها هدف. دي حصيله الوصل الاماراتي في الدوري الاماراتي. ازاي بيستقبل الاهداف برضو شرحناها امبارح بس بناكد عليها. هو دخل مرمى حوالي 13 او 14 هدف، كرات عرضيه منها 42%، وكرات طوليه خلف الظهير الايسر تحديدا 28%، تسديد من مسافات 14%، هجمه مرتده من خلف الظهيرين 7%، وضرب الجزاء 7%. أرقام الثلاثي البرازيلي اللي هو فابيو دي ليما وكايو ودي ليما الثالث، 3 برازيليين. السن فابيو دي ليما 25 سنة، وكايو 28، ودي ليما 22. رقم الفانيلا لفابيو دي ليما 10، و7 لكايو و8 لدي ليما. خلينا أقول لكم بقى أرقام كل واحد فيهم. فابيو المركز طبعا بيلعب جناح ايمن صانع لعب، لعب هذا الموسم 5 مباريات، دقائق اللعب 380، صنع اهداف ما فيش، تسجيل اهداف 2. كايو لعب الراجل 7 مباريات، هو مهاجم، عدد الدقائق 630 دقيقه، صنع اهداف 1 وجاب اهداف 3. دي ليما الراجل لعب، هو جناح ايسر، لعب 6 مباريات، 527 دقيقه، عدد اللعب بتاعه، صنع اهداف 4 وجاب جول 1. كايو اللاعب الخطير بتاعهم، المهاجم بتاعهم، ارقامه بشكل عام في اخر 3 سنين، هو عنده 28 سنه، لعب في موسم 2016-2017 24 مباراه، جاب 14، يعني بيعرف يجيب اهداف بشكل كويس. يعني انت بتتكلم في كل متوسط، يعني مثلا هدف وربع كل مباراه، او اسف كل مباراتين بيجيب هدف الا شويه صغيرين كل مباراتين. موسم 2017-2018 لعب 19 مباراه جاب 14 برضه، موسم 2018-2019 لعب 7 مباريات جاب 3 اهداف. التشكيله المتوقعه لفرقه الوصل الاماراتي لحد ما جينا التشكيله الاساسيه والرئيسيه. تشكيله الوصل الاماراتي بيلعب 4-3-3، يوسف عبد الله وسالم جمعه وباتسوك اللي هو اللاعب الكوري وعبد الرحمن علي وهزاع سالم، ده الرباعي الخلفي، محمد سرور وعلي البوشي وخميس اسماعيل، علي البلوشي اسف، علي البلوشي وخميس اسماعيل دول الاثنين في منتخب الامارات، في منتخب الامارات. وكايو راس حربه صريح، وتحتيه بيلعب دي ليما وفابيو ليما. النتائج مش عايز اقولها كتير لان النتائج كتير جدا، لكن النتائج كلها هتتعرض على حضراتكم على الشاشه. النتائج بتاعت بطوله كاس زايد للانديه الابطال من ساعه ما اتلعبت لحد دلوقتي، من ادوار حتى تمهيديه وادوار ال 16، لكن يعني اتلعب امبارح مثلا الاتحاد السكندري مع، او دي من البدايه خالص، ماشي اوكي، خلينا ناخدها كده بشكل سريع عشان نبقى انتوا عارفين البدايات مشت ازاي والانديه وصلت لحد دلوقتي ازاي. كان وفاء الصيف يعني صعد على حساب العين الاماراتي، والمريخ السوداني صعد على حساب الجيش السوري، ووفاق الصيف يعني خلاص احنا قلنا بقى ان هو صعد على حساب العين الاماراتي. اتحاد الجزائر كان صعد على حساب القوى الجويه، او القوى الجويه، لان النفط العراقي هو اللي لعب بالهلال. والاتحاد كان صعد على حساب الترجي. مولودية وهران الجزائري كان صعد على حساب الرفاع البحريني. والنفط العراقي كان صعد على حساب النادي الصفاقسي التونسي اللي هو متصدر الدوري التونسي، خلي بالكم، او كان متصدر بقى بعد نتيجة النهارده، مش عارف ايه اللي هيحصل يعني. الكويتي كان صعد بقى على حساب، او الاسماعيلي صعد على حساب الكويتي، وكان النصر السعودي مع الجزيرة الإماراتي، والأهلي المصري كان صعد طبعا على حساب النجمة اللبناني.
الاهلي هيلعب النهارده بزي المعتاد الاحمر، والوسط هيلعب بزي المعتاد الاصفر، يعني ده كان زي معتاد عادي مفيش مشكله في كله. اوكي، امبارح كان في مباراتين، مباراه مصريه خالصه طبعا جمعت ما بين الزمالك والاتحاد السكندري في برج العرب، وقدر الزمالك يتفوق عن طريق كاسونجو بهدف، والوداد تعادل مع النجم الساحلي في المغرب، كل دي في مباراه عوده يعني. لكن طبعا يعني المباريات متباعده ليه؟ لان في ناس مشاركه في البطوله الافريقيه زي الاهلي ولا حاجه، وفي ناس مشاركه في البطولات الاسيويه يعني. دي نتائج دور ال 16، اتلعب منها امبارح بس الاتحاد والزمالك، وقدر الزمالك يكسب 1-0، والوداد المغربي مع النجم الساحلي 0-0، المباراه كانت في المغرب. اوكي، بص شويه اخبار سريعه، لكن خليني اقول لكم خبر وقفت عنده النهارده، وكان من الحاجات المهمه جدا في مشوار النجوم او المدربين والناس اللي بتفهم كوره، سيبكم الناس اللي هي بتهجص يعني، والناس اللي هي يعني ممكن يعني كويس قوي في المجال لكن مش كويس قوي في عالم كره القدم. كره عامله زي يعني زي الطب مثلا، وانا بكلمك وعامل دكتور، فاكرين انتوا زمان زمان في الافلام العربيه كان اي واحد يلبس البلطو الابيض ده يقول له يا دكتور مثلا يعني. فانا ممكن تكشفني على طول، اول ما هبدا اتكلم في المصطلحات الطبيه ولا حاجه هتقول لي تعالى هنا انت رايح فين، اول ما هتطلع على الشاشه يا كابتن، اول ما هتطلع على الشاشه هفشك على طول، هفشك من غير ولا مغمض عينيا، اهو غيابي اهو، وانا غيابي اهو، اقول لك انا اصلا ما اعرفش حاجه في الكوره خالص يعني. فعايز اقول لك يعني من الحاجات اللي النهارده اللي قريتها مش اثرت فيا بس، حسيت يعني ايه يعني لما بشخصيه الانسان المصري بشكل عام وشخصيه الانسان الاهلاوي او الراجل الاهلاوي بشكل خاص. فوزي البنزرتي واحد من المدربين الكبار جدا جدا في عالم كره القدم التونسيه، وله مكانه كبيره جدا في تونس، وله مكانه كبيره جدا في المغرب كمان، لان هو كان لعب مع الرجاء وقاد الرجاء لتحقيق ثاني العالم في كاس العالم للانديه اللي اقيمت في المغرب لو تتذكروا يعني. فعنده مشوار كويس قوي، ومشي خطوات كويسه جدا مع الوداد السنه دي، وكان مشي مع منتخب تونس بشكل كويس، وقاد النجم الساحلي للكونفدراليه، وحقق دوري ابطال افريقيا، وقاد الترجي التونسي في مشوار كبير جدا. لكن بيسالوه سؤال كان مهم قوي 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 بالنسبه لي انا، ان انا اعرف اجابته واللي انا بقول لكم ان هي مدى تاثيري فيها يعني. قالوا له اصعب لحظه في حياتك، واللي ممكن هو معروف ان هو جامد شويه وان هو بيتكلم مع اللعيبه بشكل فيه عصبيه شديده ونرفزته بتبان حتى خارج الملعب يعني، قال لهم اللحظه اللي ما قدرتش اخبي دموعي او دموعي ما تنزلش، هي كانت لحظه تفوق الاهلي على الترجي التونسي السنه اللي فاتت بعد ما حققنا نتيجه ايجابيه في برج العرب وتعادلنا 2-2، بس في تونس خسرنا 2-1. دي اللحظه اللي عينيا او دموعي سبقتني فيها بشكل كبير جدا. ده كان كلام فوزي البنزرتي، واحد من القامات الكبيرة جدا في عالم التدريب في تونس. فبيبين لك مشهد الإنسان المصري بشكل عام لما بيصمم على حاجة بينفذها، وتحديدا كمان الأهلاوي في عالم كرة القدم لما بيروح مكان وعايز يعرف أو عايز ياخد منه نتيجة أو هدف يجيبه، مهما كانت الصعوبات ومهما كانت العقبات ومهما كان الملعب اللي بيلعب عليه، سواء بقى داخل مصر خارج مصر، يعني بيعرف يجيب هدفه بشكل كويس قوي. عندي شويه اخبار بقى محليه خاصه بكارتيرون والحاجات اللي قالها. برشلونه 3-1، يا مصلي على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ماشي، انا برشلوني يعني، بحب برشلونه بغض النظر ميسي بيلعب ميسي ما بيلعبش، لكن في النهايه يعني برشلونه حاجه هايله يعني. اوكي طيب، كارترون قال لك بنتطلع لتحقيق اهدافنا من مباراه الوصل للامارات. طب ايه الاهداف يا عم كارترون؟ قال لك ان انا عايز اوصل طبعا للدور اللي بعد كده، عايز احقق نتيجه كويسه عشان مباراه العوده في يوم 22 ما تتصعبش عليا. قال ان هو بيسعى لتجهيز بعض اللاعبين لخوض النهائي الافريقي يوم الجمعه مع الترجي التونسي، وقال كمان ان هو بيشعر بالارتياح للعوده من جديد لخوض المباراه على استاد الجيش ببرج العرب اسكندريه. كل التحيه والتقدير لبرج العرب والقائمين على برج العرب، لان هو في موسم 2016-2017 تحمل الاستاد ده بمسؤوليه بالقائمين عليه ما لا يتحمله اي ملعب في الدنيا كلها. تخيلوا ان مثلا كان الاهلي بيلعب عليه، وكان الاتحاد بيلعب عليه، وكان
سموحه بيلعب عليه والمصري كمان كان بيلعب عليه، فكل التحيه والتقدير للقائمين والمنظمين لبرج العرب. 4-1 لبرشلونه. 4-1 ايه؟ نروح لسته ولا ايه؟ اوكي. واشار كارترون انه سيخوض مباراه بمنتهى الجديه امام الوصل الاماراتي، وقال ان هو في بعض اللعيبه تستحق التواجد في التشكيله الاساسيه وان هم هيدفع بيهم النهارده. سعد سمير واحد من قادات الاهلي واحد من كباتن الاهلي في الفتره الحاليه بالتاكيد بيقول ان هو يسعى لحسم او نسعى لحسم التاهل لدور الثمانيه لبطوله او كاس زايد للانديه الابطال من خلال مباراه الوصل الاماراتي. قال ان الظروف تختلف، خصوصا الاهلي كان الافضل في مباراه الذهاب والعوده امام النجم اللبناني، ولكن لم يحالف التوفيق في مباراه الذهاب واستطاع حسم في مباراه العوده. اوكي. سواريز جاب هاتريك. هاتريك يا عم سواريز، هاتريك من حقه يلعب سواريز ولا لا؟ يلعب سواريز ها؟ معلول بينهي جلسات الحقن ويبدا مرحله جديده من التاهيل. انهى علي معلول مرحله الحقن في علي كان عنده شد في العضله الضمه، وبيتطلب ده ان انت في حقن ممكن يبقى اسبوعي او ثلاث اسابيع مع بعض وبعدين تريح بشكل كويس. اجايه بدا الجري خلاص، شفناها امبارح وان شاء الله الرحمن يرجع بشكل كويس، واحد من الناس العناصر المؤثره جدا وطبعا مهمه جدا في النادي الاهلي، وكمان محمد نجيب بدا مرحله التاهيل يعني. دي كلها كانت اخبار الاهلي. رامي ربيعه كمان ماشي بشكل كويس قوي، انا هات كلمتين في المتين في ودن رامي. ايش عزيزي رامي، حبيبي رامي، واحد من الناس الممتازه جدا والسلوكيات العاليه جدا. رامي ربيعه خلاص اللي فات فات وانتهى، المشوار كان بعيد صحيح، لكن اللي جاي بالنسبه لك ان شاء الله الرحمن يكون احسن، مفيش مشكله اطلاقا. انت لسه صغير في السن، انت مواليد تقريبا 93، يعني انت بتتكلم في دلوقتي في حوالي 25 سنه. غاب 6 شهور، غاب 7 شهور، غاب 8 شهور، ولا يهمني خالص. تغاب 8، تغاب 9 مش مشكله، لكن لما هتبدا ان شاء الله الرحمن هتبقى كويس جدا وهترجع منتخب مصر، انا متاكد من كده من خلال شخصيتك ومن خلال تفكيرك باذن الله هترجع بشكل كويس جدا يا رامي، وهتبقى احسن من الاول بكتير جدا ان شاء الله الرحمن. تشكيله الاهلي قبل ما نطلع فاصل ده ايه ده؟ محمد الشناوي اوكي، ايمن اشرف، اهدى 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 شويه، احمد فتحي، احمد علاء، ها 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 ها، 100 100. اوكي، يبقى الاهلي بيخوض اللقاء النهارده بتشكيله مكونه من محمد الشناوي. كنا تفكرنا او توقعنا ان ممكن يبدا بشريف اكرامي النهارده، لكن هو بدا بالشناوي، احمد فتحي في اليمين، كولوبالي واحمد علاء سرد باكين، وايمن اشرف باك ليفت، حسام عاشور والسوليه، ومحمد شريف من البدايه، وميدو جابر، وصلاح محسن، ومروان محسن. هل بيلعب 4-4-2 بقى ولا ايه؟ يعني هل ممكن يبقى صلاح محسن تحت مروان محسن ولا ممكن يبقى صلاح محسن واخد طرف من الاطراف او بيلعب الدور بتاع وليد سليمان؟ اعتقد ان هو طرف من الاطراف ممكن، يعني جناح ممكن، لكن لعب او البوزيشن بتاع وليد سليمان اللي هو رقم 10 اعتقد او ناصر ماهر صعب يعني. لكن على العموم هل هو بيلعب 4-4-2 كده؟ الشكل العام واللي جاي لنا اللي هو بيلعب 4-4-2، بيلعب 4-4-2، الشناوي حارس مرمى، واحمد فتحي وكلوبالي واحمد علاء وايمن اشرف، دول الاربعه الدفاعي او الخلفي، وفي نص الملعب حسام عاشور والسوليه، خلاص ما فيش مشكله، وعلى يمينهم بقى يلعب محمد شريف، وعلى شمالهم ميدو جابر، او العكس، محمد شريف على الشمال وميدو جابر على اليمين، وقدام هيلعب يعني مروان محسن وصلاح محسن. ممكن يبقى صلاح تحته شويه، ممكن يبقى تحته شويه. الوصفه دي كده 4-2-3-1 اللي انتوا عاملينها دي، هو بيلعب الراجل 4-4-2. انت قدم بقى صلاح محسن كده جنب، هو كده لا، هي اعتقد انها هتبقى صعب، اعتقد صلاح محسن هيبقى جنب مروان شويه، يعني ممكن يبقى ورا مروان بكام خطوه، لكن مش هيبقى رقم 10. خلينا ننتظر ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. برشلونه ايه، وصل لخمسه؟ يا مسهل يا مسهل. اوكي، فاصل ونستقبل ضيوفنا وكابتننا كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن ماهر همام وكابتن اسامه حسن.
برشلونه كسب 5-1 واحده وعدت اهي، لسه الثانيه بتاعت 7:30 ان شاء الرحمن الاهلي والزمالك في كره اليد، والثالثه ان شاء الرحمن هتبقى الاهلي مع الوصل الاماراتي في كاس زايد الانديه الابطال. ارحب بضيوفي وكابتننا طبعا كابتن ابراهيم عصام. مساء الفل. مساء الفل يا كابتن سيد. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله حبيبي. ايه الاخبار؟ الحمد لله والله كله خير. كله ما دام بنشوفك يبقى كل حاجه تمام. حبيبي كابتن كان له الفيه كده زمان يقول لك ايه؟ نهار رجعنا ولا ايه؟ ايوه ولسه موجود لغايه دلوقتي. نهار رجعنا ولا ايه؟ جايين نهار رجعنا ولا ايه؟ كابتن ماهر مساء الفل. كابتن سيد يا ازيك يا ابو كابتن؟ يا شيختك النهارده. انت فاكر ايه؟ اقل حاجه عندي والله ما رضيتش اجيب بيت جواكت عشان الزملاء حاجه. ده خد مني لون يعني جامد جدا، قعدت صبغه صبغه صبغه. اسامه بحييك على الفكره قبل ما ارحب بيك، بحييك على الفكره بتاعت امبارح وان شاء الله الرحمن باذن الله تبقى حاجه جامده جدا باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن سيد. يعني اول حاجه بقول لك كل سنه وانت طيب، احتفلت امبارح بعيد ميلاده وما كناش من التورته. خدتها مني انا كنت مستني اقول. انا كانت عيد ميلاد من غير تورته. عيد ميلاد امبارح. كل سنه وانت طيب. لا امبارح 19. 19 وانت طيب. فرق بيني وبين بنتي 4 سنين. الف مبروك يا كابتن سيد. كده بعد ال 40 تبدا تخبي في سنك. ولاعيب الكوره كمان يعني. طيب كابتن ابراهيم، اسمع راي حضرتك بشكل عام عن الاحداث والظروف واللي بيمر بها الاهلي قبل ما نخش في تفاصيل اللقاء، وكابتن ماهر وكابتن اسامه كذلك. الاول الحقيقه يعني احنا بنهنئ الجهاز الفني للنادي الاهلي، جهاز فني ولاعيبه واداريين ومجلس الاداره، برغم الظروف الصعبه اللي بيعيشها النادي باشتراكه في اكثر من بطوله، انما قدر الحمد لله الحمد لله يوصل للمباراه النهائيه وتغلب على كل الصعوبات اللي بتقابله من ضغط المباريات سواء محلية أو دولية أو البطولة العربية أو البطولة الإفريقية، وانضمام أكتر من لاعب للمنتخب، وتغلب على الإصابات، وتغلب على الإجهاد، ووصوله للمباراة النهائية في دوري الأبطال الإفريقي. احنا بنهني كل الناس اللي بتعمل في النادي الأهلي على الوصول لبار الأمان للمباراة النهائية، اللي تتمنى إنها إن شاء الله بإذن الله تبقى في صالح النادي الأهلي في الأيام اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. شرح لك يوم الثلاث ويوم الاربع 10:30 بالظبط هيبقى معايا معاكم ميعاد مهم جدا على كل صغيره وكبيره لفرقه الترجي، ازاي بيلعبوا، ازاي بيرتدوا، ازاي بيقفوا في الدفاع، بيبقى شكلهم ازاي في الهجوم، بيبقى عاملين ازاي من خلال اللعيبه اللي عندهم، طريقه اللعب، اسلوب اللعب، كل حاجه موجوده في فرقه الترجي من خلال الاسماء والتشكيله، ما مش هتختلف يعني، ممكن يبقى يا الجول معز بن شرفيه يا اما رامي، يعني هنشوف الدنيا ماشيه ازاي في الايام اللي جايه. لكن 10:30 يوم الثلاث والاربع استنونا، هتبقى حلقه في منتهى الجمال باذن الله والاهميه. 10:30 يوم الثلاث و10:30 يوم الاربع باذن الله. كابتن ماهر بشكل عام اسمع. هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نمر واحد بنهني وسام على البرنامج بتاعه الجميل بتاع الناشئين ده. تغطيه جميله وجو جميل، واخد بالك، شدت الناس كلها. فكره حلوه جديده بصراحه يعني، نتمنى له التوفيق هو وفريق العمل طبعا، وخصوصا انك انت هتعرض بقى البضاعه بتاعت النادي الاهلي، قطاع الناشئين كله، اللعيبه اللي هتبقى مترشحه للفريق الاول للمنتخبات، فطبعا فيها شغل. بنحيي اسامه على هذه الفكره والجهاز المعاون له. نمره اثنين طبعا بنحيي مجلس اداره النادي الاهلي على القرارات اللي خدوها اخيرا يا كابتن سيد، ومنها السوبر مع اتحاد جده تحت طبعا مسؤوليه او رعايه خادم الحرمين الشريفين، زي السوبر اللي اتعمل في الرياض اللي هو الزمالك فخامه الرئيس عبد التأسيس. طبعا تحت رعايه كاس رئيس جمهوريه مصر العربيه عبد الفتاح السيسي. بنحيي مجلس اداره على القرارات الجريئه، واخد بالك، وفي توقيتها، ويمكن الكابتن محمود الخطيب كان اتكلم في الموضوع ده وقال ان صاحب القرار الاول والاخير مستر كارتلون اللي هو المدير الفني، هو اللي يقول هو اللي يقدر توقيت اللعب يعني بالظبط، هو اللي يقدر يقول توقيت اللعب موافق او ما موافقش، فدي حاجه بترجع لقيمه ومجلس اداره دور الاهلي في التواصل دايما مع الاشقاء العرب بالظبط، تحديدا السعوديه والامارات، تحديدا السعوديه والامارات. اتفضل. كمان بنحيي البطوله العربيه اللي كمان يمكن جمعت الشمل العربي يا كابتن سيد خلال الفتره اللي فاتت دي، واحنا النهارده بنعمل بالظبط الاستوديو عشان اهو يعني من اقوى البطولات اللي ممكن نشوفها، يمكن كمان هتبقى اقوى من البطولات الافريقيه. حضرتك كنت موجود 95 يا كابتن، 97 مثلا. نعم كنت موجود 95 كنت موجود. البطوله العربيه اللي احنا كسبناها، كل البطولات العربيه كنت موجود في الجهاز اللي كسبها النادي الاهلي الحمد لله، يعني كنا مشاركين كجهاز فيها في خلال هذه الفتره. كمان بنحيي طبعا تركي آل الشيخ على القرار الجريء اللي قال فيه ان هو انا جاي اشجع النادي الاهلي، ان انا واحد من ضمن جماهير النادي الاهلي هحضر هذه المباراه. لم الشمل كمان يا كابتن سيد كان مهم جدا بالنسبه للفتره ديت،
النقطة الثانية علاقتنا احنا بالسعودية ومسؤولينها وقيادتها وكل موجود وكل فرد في السعودية علاقة في منتهى الجمال من أول يعني ما بدأ النادي الأهلي أو دخوله في البطولة العربية. ده احنا مرة أسامة، مرة يا كابتن إبراهيم كان عندنا مشاركتين في بطولتين أفريقية، عربية وأفريقية، مباراة أثيوبيا وكان البطولة في تونس كان مع أثيوبيا. تواصلنا وعلاقتنا بإخواتنا في العرب ككل وتحديدا البلدين دول السعودية والإمارات، يعني تقديرنا واحترامنا لكل القيادات في السعودية وكل فرد في السعودية وكل الجماهير السعودية وكل الأندية السعودية. اتفضل يا كابتن. النقطة الثانية بقى زي ما كابتن إبراهيم يعني الجهاز الفني وتركيزه في الملفات اللي بيشارك في خلالها، إذا كان ملف بطولة عربية أو ملف أفريقيا أو دوري أو كاس، بنحيي طبعا الجهاز الفني على الرؤية الفنية المستقبلية، إن إزاي ال 25 لعيب أو 29 لعيب اللي موجودين في النادي الأهلي وهم خيرة اللعيبة اللي موجودة في مصر ويمكن العالم العربي والعالم الأفريقي، إزاي يقدر يدور هذه المنظومة في خلال المسابقات الأربعة دي. يا كابتن سيد شغل صعب قوي وشغل محتاج صبر ومصابره ورؤيه فنيه بحييه عليها. النجوم طبعا اللي هم نجومنا اللي هم يعني اصحاب الانتصارات اصحاب البطولات اللي بيحققوها لنا. كلمه اخيره طبعا جمهور النادي الاهلي اللي بيشارك هؤلاء اللاعبين في هذه البطولات، بنحيي جمهور النادي الاهلي والمسانده الجميله للاعبته خلال هذه الفتره. طيب كابتن اسامه. انا في البدايه كابتن سيد يعني بشكر طبعا اداره قناه النادي الاهلي على المسانده من خلال برنامج او خلال استوديو ملعب الاشبال، ان فكره زي دي تظهر للنور، فاكيد يعني وراء ظهور الفكره في ناس بتساند طبعا اداره الاهلي على راسها الاستاذ خالد توحيد، وبختص برضو بالشكر لبرنامجين داخل قناه الاهلي، ملعب الاهلي بقياده الكابتن سيد عبد الحفيظ لمساندته لينا من خلال الفكره دايما والتدعيم لينا، وبرنامج مالك الكتابه اللي دايما برضو بيسلط الضوء علينا، فالبرنامجين دول مع اداره القناه دايما بتساندنا. نتمنى ان شاء الله ان احنا نقدم للاهلي والجماهير الاهلي كلهم يعني عناصر مميزه من قطاع الناشئين، وفعلا الحمد لله مع اول تجربه امبارح بدات الناس تتكلم عن لعيبه داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، فنتمنى ان شاء الله ان الفكره يعني تنال اعجاب الناس فيما بعد. بالنسبه للنادي الاهلي طبعا بنبارك له للوصول للمباراه النهائيه في بطوله افريقيا الترجي، لكن دايما النادي الاهلي الاحتفال بتاعنا ما بيبقاش وصول للمباراه النهائيه، دايما احتفالنا والنادي الاهلي متوج بالبطوله ان شاء الله التاسعه، هو ده الاحتفال. ما شاء الله احنا عندنا لعيبه دلوقتي على قدر من الخبرات كبيره تقدر تتعامل مع التنقل من بطوله لبطوله من مدرسه فصل لمدرسه يعني. النهارده انت عندك الاسبوع اللي فات كنت تتعامل مع المدرسه الافريقيه والبطوله الافريقيه، النهارده انت بتروح لمدرسه ثانيه البطوله العربيه، يعني اختلاف شويه في هي كره القدم واحده، لكن الاختلاف في المدارس، انت بتقابل فرقه من اسيا، اشقائنا في الامارات طبعا برضو يعني قلنا السنه دي اطول موسم يمر على النادي الاهلي سنه كامله، لكن قرار طبعا حكيم من اداره الاهلي انك تشترك في البطوله العربيه رغم كل المشاغل، وده الدور الوطني ودور الدولي للنادي الاهلي انه دايما يعني دوره مع الدول العربيه. النهارده برغم كل المشاغل انت بتلعب السنه دي بطولتين افريقيتين في سنه واحده، اول مره يحصل في التاريخ، تلعب دوري بتلعب كاس تلعب سوبر تلعب كل المشاركات دي، لكن انت حريص انك تبقى صحيح. موجود في البطوله العربيه، ان مصر دايما زي ما بنقول هي يعني عصب الامه كلها، والنهارده الاهلي هو اللي بيمثل مصر في البطوله العربيه، ومعانا الثلاث انديه سواء زمالك اتحاد سكندري الاسماعيلي، لكن النادي الاهلي ليه دايما يعني ايه رونقه وتقله في البطوله العربيه. فاحنا طبعا فاحنا بنحيي طبعا مجلس اداره النادي الاهلي اللي دايما بيشتغلوا في صمت بدون كلام كتير بدون يعني صوت عالي، دايما بيشوفوا مصلحه الاهلي، وانا طبعا يعني بضم صوتي للكابتن ماهر همام والكابتن ابراهيم على مشاركه الاهلي في السوبر السعودي. دايما يعني احنا مش هنقول اللي هيجمع مصر والسعوديه او مصر والامارات مباراه كره قدم، لا، العلاقات ممتده من قديم الازل. حتى شوف يعني الزمالك لما راح السعوديه شوف كيف استقبل، الاهلي لما بيروح الامارات شوف ازاي الاستقبال، والنهارده اتحاد جده لما يجي مصر ان شاء الله شوف الاستقبال هيكون ازاي طبعا. هو ده الاساس، وهي كره القدم هي دايما اللي بتجمع الشعوب العربيه مع بعض. طبعا التواصل الهادي جدا والناعم جدا في عالم كره القدم يعني الرياضه والاهلي وموجود في السعوديه بيتشال على كفوف الراحه، واي فرقه سعوديه هتيجي هنا بتتشال على كفوف الراحه، او اماراتيه او يعني كويتيه او اي من البلاد العربيه، لكن تحديدا في السعوديه والامارات تحديدا لهم مكانه كبيره جدا في قلوبنا
كمصريين بشكل عام، مش في كرة القدم بس، في قلوبنا كمصريين. فنتكلم بقى في مباراة الوصل الإماراتي. بس قبل ما نقولها، يعني طبعا قناة الأهلي فيها كمان الأهلي الليلة، محمد الجندي وعمر ياسين وخالد العوضي وإيهاب الخطيب والمجموعة ككله، عبد الحميد حسن بالتأكيد، عاملين شغل رائع جدا وهايل جدا جدا. كمان يعني كلام في الميديا مع شيما صابر، عاملين شغل رائع جدا، وإن شاء الله الرحمن يبقى فيه يعني اللي جاي يبقى أحسن بالنسبة للقناة وبالنسبة لكل متابعينها ومساندين النادي الأهلي بشكل عام. كلمة في ودن ناشئ مهم جدا، ممكن يبقى له مكانة كبيرة جدا في مرحلة خطيرة جدا في العمر، يوسف علاء. خد، انا ما احتكتش بيك على المستوى الشخصي خالص، لكن انا بهمس في اذنك يعني كلمتين صغيرين، او صغيره كلمتين صغيرين، هم تذكرتين. يوسف علاء، انا مقدر جدا الموضوع النفسي. يوسف علاء ده كان مع رمضان صبحي، كان موجود مع ناصر ماهر، كان موجود في العصر ده او في التيم ده او في الفريق ده، وهو امكانياته رهيبه جدا، جامد جدا، لعيب رائع جدا جدا جدا. ممكن حد يبدا بدري يا يوسف، لكن الاهم مين يستمر. انا متابعك من خلال المباريات في قناه النادي الاهلي، ما بشوفش كتير سيادتك على المستوى الشخصي، لكن امكانيات وقدرات، وانا واحد يعني ممكن يبقى عندي رؤيه شويه. لا، انت لعيب ممتاز جدا، بس عايز ارصى شويه وعايز اتعب شويه، خلي اللي جاي دول 3 4 شهور اللي جايين دول في منتهى الاهميه بالنسبه لك. الحته الثالثه بقى يا كابتن ماهر، انت فاكر ياسر ريان في البطوله العربيه؟ احنا مره ادينا البطوله العربيه للشباب بفوزنا على الهلال، كانت البطوله العربيه مقامه في السعوديه، والمباراه النهائيه ما بيننا وما بين، او المباراه الختاميه لانها كانت دور مجمعه ما بيننا وبين الهلال. الهلال يكسب الاهلي ياخد البطوله، الاهلي يكسب الهلال الشباب اللي ياخد البطوله. بالزبط. البطوله العربيه اللي بعد كده كانت سوبر، دي دوري ابطال الدوري تقريبا، والثانيه كانت السوبر العربي، كانت في تونس بقى. احنا نكسب، او الشباب اسف يكسب الافريقي التونسي او يتعادل معاه، احنا ناخد البطوله. الافريقي يكسب الشباب، الافريقي اللي ياخد البطوله. فالنتيجه 2-0 لحد 2-0 يبقى زي بعض كلنا في الاجوال. 2-1 يبقى احنا ناخد البطوله بفرق الاهداف يعني. فالشباب بيلاعب الافريقي التونسي، واول 10 دقائق الافريقي جاب في الشباب جول. اوكي؟ بقت 1-0. بعد شويه 1-1، بعد شويه 2-1 للافريقي التونسي. جول واحد يدي الافريقي التونسي البطوله، ولو طلعت النتيجه كده الاهلي اللي ياخد البطوله. الافريقي جاب جول بقى اوفسايد اهو، فياسر لينا واحد جاله شال النصفي. يعني مش بهزر على الموقف يعني، لينا ياسر راح واقع جنبينا كده. خلاص يا ياسر، خلاص يا ياسر، الميه ما تفوقش، اي حاجه ما تفوقش، اول ما قلنا له الجون اتلغى قام يجري. البطوله كانت ب 15,000 جنيه ساعتها كمان يعني. كابتن ابراهيم، نخش في التشكيله، هل ليك تعقيب او تعليق على تشكيله الاهلي اللي بياخدها النهارده، وخصوصا ان هو بادئ النهارده باحمد علاء مثلا في الخلف، عنده كمان محمد شريف من البدايه، عنده ميدو جابر من البدايه؟ لا، وانا كنت اتمنى ان اغلب اللعيبه اللي مجهدين نريحهم يعني. يعني برضو كان نفسي احمد فتحي يبقى مستريح شويه، سليف كلوبالي كان برضو كان ممكن يبقى مستريح شويه، هما الاثنين دول، ايمن اشرف، هما الثلاثه دول كنت اتمنى يعني، ان كنا نتمنى برضو ان شريف اكرامي ياخد الفرصه بدل الشناوي، على اساس ان احنا عندنا ضغط مباريات كتير قوي، سواء في البطوله العربيه او البطوله الافريقيه. عندنا واضح يا كابتن ريمين، الراجل ده ما بيحبش يلعب في مراكز معينه. عندنا ماتش مهم جدا الجمعه الجايه مع الترجي، كنت اتمنى ان الثلاثه اربعه دول الاساسيين، الماتش اللي جاي هنبقى محتاجينهم اشد الاحتياج في الماتش اللي جاي، وخصوصا ان برضه الوصل بيمر. على فكره قبل ما اقول الوصل، انا لعبت الوصل سنتين. في الوصل؟ في الوصل لما 75 76 سبت النادي الاهلي، انا رحت الامارات ولعبت النادي الوصل، والحقيقه ناس يعني اكثر من محترمين. طبعا طبعا، الشيخ محمد الشيخ احمد دول حاجه يعني جدا. اولا ما حسيتش ان انا في بلد غريبه، واستقبلوني استقبال جميل، ويعني ساعدوني مساعدات، حتى لما اشتغلت هناك بقى بشهادتي وعملت واشتغلت في التدريب هناك، قعدت مده طويله يعني، ساعدوني مساعده غير طبيعيه. فيعني انا بدين لهم بالشكر وبالعرفان، وناس محترمين ويتشالوا فوق الدماغ يعني. لما نيجي نبص لنادي الوصل دلوقتي،
المفروض ما نحطش في الاعتبار المرحله اللي هم فيها. هم بيحتلوا المركز العاشر في الدوري الاماراتي دلوقتي، لسه دي سبع مباريات بس، وللاسف برضه حصل لهم موقف من اسبوع، المدرب الارجنتيني مشي ومسك حسن العبدولي، اسامه حسن العبدولي في الجهاز الفني، وخسر المباراه قبل ما يجي. المفروض ان احنا برضه مع شباب اهلي دبي، شباب دبي، فالمفروض احنا ما نبصش برضه للقصه دي. احنا بنلعب الماتشات، ما لناش دعوه بالخصم، الخصم قوي حتى نهايه المباراه، ودي سمه النادي الاهلي انه لا يستهين بالخصم وبيدي الخصم حقه، وخاصه يعني نادي الوصل من الانديه الممتازه اللي بتادي خارج ملعبها بطريقه جيده. يعني برضه مش عايز انسى ان انا اهني الاتحاد العربي انه انشا البطوله العربيه دي، وبقت قويه جدا على راي الاخوه الزملاء، بقت تضاهي الدورات الافريقيه والبطوله الافريقيه، وبيشترك فيها احسن الانديه دلوقتي. عظموا الجوائز، وبالتالي كل الانديه بتتهافت، الانديه القويه في كل البلاد العربيه بتتهافت انها تشترك فيها. المفروض ان احنا ننتهز الفرصه برضو، تكمله لكلام الاخوه الزملاء الجميل، يعني الرياضه بتقوي روابط بين الشعوب، بتقرب. نتمنى ان احنا نفضل محتفظين بروح الرياضيه، مين يكسب ومين يخسر دي مش في دماغنا، انما نتمنى ان الجمهور يتحلى بالروح الرياضيه، اللعيبه مع بعض الروح الرياضيه تبقى موجوده. نتمنى ان الماتشات تطلع بطريقه جيده، ونتمنى للاهلي برضه انه يفوز بالبطوله العربيه ان شاء الله. الرحمن ان شاء الله الرحمن هيفوز. طيب كابتن ماهر، سؤال صعب جدا، يا رب استر. النهارده كولوبالي انا معاك، كولوبالي واحمد علاء، مين مسك شمال ومين مسك يمين؟ بص يا كابتن سيد، في الحته ديت زمان كنت انا وكابتن مصطفى يونس، انا كنت بمسك مصطفى بيبقى ورايا. بس مين كان اجمد، انت ولا كابتن مصطفى؟ بالامانه طبعا، يعني هو بيقول دايما، يعني انا مش بوقع ولا حاجه، هو بيقول لك يعني انا كنت يعني احرف من ماهر همام وبلعب احسن من ماهر، هقول لك احسن من ماهر، لا هقول لك انا مش بوقع ولا حاجه، هقول لك حاجه مقومات. لا وقبل ما تقول بس اقول حاجه، مصطفى يونس ده اتحط في المكان ده غلط، ما هو راس حربة صح، هو راس حربة. لا لا والله لعيب كويس، ده والله والله، وهو قدام بيبقى كويس قوي. معلش قطعتك، بس مصطفى كان لازم يبقى راس حربة، خد بالك المكان ده كان لعيب شيك قوي، لعيب شيك في لعبه راس الحربة لما رجعناه ورا خلاص، فاتعملت بشياكه راس الحربة، راجل لعب كورة، فطبعا لعب كآخر واحد وراه، بانت مهارته في المكان ده على قد ان هو كان قوي، واخد بالك انت ما بترقص، وراجل راس حربة طبعا فاهم الفرود اللي قدامه، لما رجع في المكان ده حصل تطوير هو وحسن حمدي بشكل كبير. زمان كان المكان ده بيعتمد على القوة والتشتيت واللعيبة غشيمة، واخد بالك انت، لكن حصل تطوير بعد وجود حسن حمدي بشكل كبير جدا، بقى في نوع من الميلان، نوع من التغطيه، نوع من بدايه الهجمه، نوع من الترقيص. يعني مصطفى يونس هقول لك كابتن ابراهيم، من ضمن الحاجات اللي كان بيتميز بيها في المكان ده في منتهى الخطوره، كان بياخد مثلا راس الحرب سبعه لما يجي يرقصه مثلا، واخد بالك، يروح واخده سبعه بلغه الكوره بقى طبعا اللي احنا كنا بنحبها. لكن يا كابتن سيد عايز اقول لك ان في المكان ده انا يمكن كنت اقوى منه في حته الانقضاض، يمكن العاب الهوا كنت يمكن اتميز عن الكابتن مصطفى، لكن هو طبعا العقل والفكر والتغطيه والميلان كانت هو عنده بشكل كبير افضل. يعني انت بتقول على الهوا كده انت كنت اجمل من كابتن مصطفى؟ لا انا كسرت باك، كظهير ثالث من هدي النفوذ، كظهير ثالث يعني بسابق كل اللي موجودين حاليا، بس هو كورته كانت خلال 25 سنه، ها كورته قوي، هو طبعا كان لعيب كوره. بس قول اللي انت قلته بره الهوا، قلت لا كنت اجمد بكتير، لا لا الظهير الثالث كان سد هدي النفوذ، فقد الدفاع في المكان بتاعي، واخد بالك، لكن هو مكانه ما بيتعوضش. لا مصطفى لا يتعوض، لكن عايز اقول لك النهارده، لو انت كمان ربنا يخليك، انت عايز تنسى نفسك ولا ايه؟ لا لا، ده واحد من الناس اللي موجوده. لا الحقيقه كمان كنت انت نموذج للسرد لك والله يا كابتن، كابتن سيد نموذج يعني، وسام على صدري بصراحه. اليوم السابع من اسبوع كده جابوا في عيد ميلادي 13/56، قال لك ان ماهر همام، انت 13/56، انت مواليد شهر 10، شهر 10، فقال لك ان ماهر همام، انت مش عقرب، مازال بيعتبر انه من افضل قلوب الدفاع اللي جت في تاريخ الكره المصريه. يعني ده بيعتبر وسام على صدر يا كابتن ابراهيم، يا كابتن سيد، يا كابتن اسامه، ان انا ما زلت بصارع
ما حتى اللي موجودين يعني بتحط المقارنه بيني بين الاجيال اللي موجوده، فده بيعتبر انجاز وسام على صدري بالنسبه لي. لكن بالنسبه لكولوبالي واحمد علاء، مين يلعب بقى سيرد باك شمال ومين يلعب سيرد باك يمين؟ النهارده خلاص هو واضح ان كولوبالي ناحيه الشمال اخذ على الحته ديت. احمد علاء شفناه يمكن في المباراه التجريبيه اللي مع الترسانه خامه جيده، بيجيد العاب الهواء، بيبتدي الهجمه من تحت. كابتن ابراهيم بيعرف يبدا الهجمه الطويله او المتوسطه او العرضيه، بيقدر يبنيها بشكل جيد. واضح ان هو محتاج فرصه، فالنهارده انا بحيي طبعا مستر كارفلون ان هو بيدي فرصه لاحمد علاء من بدايه المباراه، ودي حاجة يعني ثقة المدرب باللاعب واضح قوي انه تم الاختيار لاحمد علاء في هذا المنصب. يعني انت بتقول لحضرتك ان كولوبالا هيبقى في مكانه بالظبط ناحية الشمال سيباك شمال واحمد علاء هو اليمين. طب اسامة، قبل ما اعرف رأيك في حتة صلاح محسن ومروان محسن اللي لعبوا الاثنين جنب بعض، ولا صلاح هو اللي يبقى تحت مروان دور وليد، اشك في كده لكن اسمع رأيك طبعا انت هتقول لنا بشكل قاطع. خلينا اقول لك تشكيلة الاهلي كمان الاحتياطية بقى، احنا قلنا التشكيلة الاساسية الشناوي واحمد فتحي واحمد علاء وكولوبالي وايمن اشرف وحسام عاشور وعمرو السوليه ومحمد شريف وصلاح محسن وميدو جابر ومروان محسن، الاحتياطي شريف اكرامي وهشام محمد واحمد حمودي وليد ازارو وليد سليمان واحمد الشيخ ومحمد هاني طبعا كارتيرون المدير الفني. في الجانب الاخر بقى في تشكيلة الوسط سالم العزيزي ووحيد اسماعيل وبان سوك اللي هو الكوري ده وعبد الله خميس موجود، خميس اسماعيل اللي هو لعيب المنتخب وعلي سلمين ده موجود، يبقى علي البلوشي ده مش موجود اللي هو ممكن يكون هو علي البلوشي برضه هو ممكن، حميد عباس ده ثلاثة في نص الملعب، والثلاثي البرازيلي الموجود كايو اللي هو راس حربة صريح وفابيو ليما ده اللي بيلعب ناحية اليمين ودي ليما اللي هو البرازيلي الثاني اللي بيلعب ناحية اليسار. دي تشكيلة نادي الوصل مع الاختيار طبعا سليمان المنزري واحمد عيسى ومحمد سرور ويوسف احمد وحسن محمد وعبد الله جاسم والمدير الفني طبعا اسامه حسن العبدولي. اتفضل يا كابتن اسامه. بالنسبه النهارده للخط الهجومي الامامي للنادي الاهلي، النهارده في ميدو جابر، في صلاح محسن، محمد شريف، مروان محسن، يعني كلهم يعني النهارده العناصر الاساسيه اللي كانت موجوده في النادي الاهلي وليد ازارو، اسلام محارب مصاب، وليد سليمان النهارده موجود في البدلاء ومع وليد ازارو، احمد حمودي اللي اعتمد عليه برضو الفتره اللي فاتت، فهو من الواضح انه مغير الخط الهجومي كله. لكن الناس الموجوده ما شاء الله برضو بتمر بحاله يعني معنويه كويسه، سواء محمد شريف كل الفترات اللي خد فيها خلال الفتره اللي فاتت بيأدي بشكل مميز، كل الفترات اللي خد فيها بيحرز فيها اهداف سواء بينزل من اول مباراه او بيشارك فيها كبديل فبيأدي بشكل كويس. ميدو جابر ظهر في مباراه وفاق الصيف في الشوط الثاني، مهم جدا ان ميدو جابر كان النهارده ياخد اساسي، محتاج انك تجهز ميدو جابر لعل وعسى او مش لعل وعسى يعني ممكن لا قدر الله اسلام لا اسلام ان شاء الله يلحق النهارده. الدكتور خالد علي اكد خالد محمود اكد ان شاء الله انه يعني بيتمثل الشفاء وهيكون موجود ان شاء الله في مباراه الترجي الاولى اللي في القاهره. لكن النهارده ميدو جابر مهم جدا، هو المباراه اللي فاتت خد حوالي 20 او 30 دقيقه، فرصه النهارده ان ميدو جابر يدخل في النهارده برده عشان يجهز ويبدا يدخل في فورمه المباريات. الحته النهارده بتاعت صلاح محسن ومروان محسن، احنا شفناها صلاح محسن مع ازارو قبل كده لعبوها في مباراه حرس الحدود، يعني ثنائيه اجادت بشكل برده، وفي مباراه دجله وفي مباراه دجله كنا بنشوف صلاح محسن مع ازارو الاثنين ما بيلعبوش على خط واحد، دايما بنلاقي صلاح محسن هو اللي بيبقى تحت ووليد ازارو هو اللي ساب، دايما صلاح محسن يعني صلاح محسن مش هيقدر يشتغل نفس الدور اللي بيلعبه وليد سليمان اللي هو بيربط بين الخطوط ما بين ميدو جابر وحسام عاشور او الناحيه الثانيه بين عمرو السوليه ومحمد شريف، لكن هو يقدر يشتغل في المساحات اللي هيقدر يخلقها له مروان محسن من خلال التحرك. يعني النهارده مروان محسن لو خرج لمره لازم هو يدخل كمهاجم ثاني مكان مروان محسن، فهو النهارده تحرك مروان محسن هو اللي هيسهل المهمه النهارده على صلاح محسن. محتاجين النهارده من الثلاثي الامامي لازم يبقى في ضغط عالي من بدايه المباراه، محتاجين النهارده لما الكوره تدخل ال 18 لازم يبقى في تواجد لصلاح محسن داخل ال 18 وهو بيعملها بشكل مميز، لازم يبقى طبعا مروان محسن بياخد دايما العارضه الاولانيه، محمد شريف برده بيدوس في ال 18 وبيحرز اهداف. فان شاء الله يعني التشكيله الاماميه انا مش هلام منها النهارده، بالعكس النهارده يعني لعيبه رغم ان غياب وليد سليمان ووليد ازارو وعندك اسلام محارب كل دول غيابات واحمد حمودي كل دول غيابات، لكن الانسجام برده موجود في التشكيله الاماميه. يعني النهارده محمد شريف بياخد الفتره اللي فاتت، ومش هنقول ان محمد شريف بعيد، لا ده بالعكس هو قريب انا بس عايز اقول محمد شريف يعني هو لعيب كويس قوي وادى مردود هايل جدا وكان اكتر واحد فعال حتى هو لما بينزل، بس ساعات بحس ان يعني في تسرع سنه،
فاهمني يا اسامه؟ ماشي يا كابتن ابراهيم، يعني هي انت عارف الخبرات، بس الخبرات بقى الخبرات يعني اقف عليها شويه في وقت من الاوقات، ما اروحش ضد واحد ضد واحد، لا استنى. انت عارف التسرع بيجي منها يا كابتن سيد لما هو قاعد بره وكبديل ونازل اخر 20 دقيقه او 30 دقيقه ومطالب حاجة. طبعا كتاب كله انت ال 20 دقيقه ماشي ممكن، يعني ظهر في مباراه الاتحاد السكندري وانت واحنا مغلوبين، نازل في وقت مضغوط، لكن بيبان شخصيه محمد شريف مباراه الاسماعيلي، نزل هناك في النجمه اللي لنا حظ هدف، لكن الدنيا كانت يعني مريحه وكنا الماتش مضمون، لكن ظهر في مباراه الاتحاد السكندري يعني شخصيته، الوقت اللي لعب فيه مؤثر، فاكيد الوقت ال 20 دقيقه او 30 دقيقه اللي بينزلهم وهو والنادي الاهلي مثلا في خساره او في متعادل وانت محتاج تكسب، اكيد لازم يبقى فيه التسرع دوت، فده ده شيء يعني عادي، او مع المباريات هيحصل النضج ده بقى والتطور والدنيا تهدى شويه. لكن الميزه اللي فيه وميزه مهمه جدا ان هو اجابه على الجول، يعني صح. اول ما بيستلم بيروح دايما تفكيره الاولاني، يعني في واحد ممكن تفكيره الاولاني انه يبدا يشتغل مع المهاجم، انه يبدا يعمل هو الاسيست، لكن هو تفكيره الاولاني ان هو عايز يروح يشتغل على الجول، فدي ميزه كويسه جدا في محمد شريف، تقدر ممكن تشغله يعني كمهاجم. ده جايب 5 اجوان يا اسامه، يعني ما شاء الله جايب في مباراه الاسماعيلي وجاب في مباراه الاتحاد وجاب في النجم اللبناني وجاب جولين في الترسانه، يعني انت بتتكلم في حوالي 5 اهداف. مباراه الترسانه بداها من بدايه المباراه برضو ظهر بشكل الاول والثاني. ميدو جابر، بالنسبه لميدو جابر، ميدو جابر قبل ما يتعور ويرجع من الاصابه كان اساسي، وكان مستر كالترون قربه جدا من الفرقه وكان مقتنع بامكانياته، لكن الاصابه اللي حصلت له هي اللي بعدته شويه، لكن رجع يعني اللي حوالي 20 دقيقه و30 دقيقه لعبهم في فاكس طيف برضو ادى في يعني بشكل برضو كويس، برغم ان الفرقه كانت مضغوطه الشوط الثاني. مروان محسن وصلاح محسن ان شاء الله يعني اللي يبدا ينجح الطريقه النهارده بتاعت مستر كارتون هي التحركات ما بين صلاح محسن ومروان محسن، مش عايزهم الاثنين يلعبوا على خط واحد، دايما يبقى في تبادل ما بين الاثنين، خاصه ان احنا لو اتكلمنا على خط ظهر الوصل الاماراتي وحيد اسماعيل وبنسوك عندهم يعني مشاكل في خط الدفاع يعني خاصه في الكرات العرضيه. النهارده لو بصينا على معظم الاهداف اللي دخلت في الدوري الاماراتي في الوصل الاماراتي هتلاقيها من حاجتين، اول حاجه الكرات العرضيه عندهم تمركز خاطف في الاثنين المساكين وحيد اسماعيل وبنسوك الكوري، والثانيه في ناحيه الباك ليفت عبد الله خميس. لو قدرنا نشتغل على الثلاث حاجات دول او الحاجتين دول ان شاء الله النادي الاهلي ممكن يحسم مباراه بدري النهارده، يعني ما نحتاجش المباراه الثانيه كمان. متاكدا لكلامك في الدوري الاماراتي، اولا هم بيحتلوا المركز العاشر، دخل فيهم في خلال 7 ماتشات 14 هدف 100 14 هدف، وده بيدل على ان في خطا في التمركز وفي عندهم مشاكل دفاعيه. احنا زي ما بنقول لو كمان هنا لو صلاح محسن ومروان محسن فعلا تبادلوا المراكز سواء مين اللي قدامه ومين اللي تحت راس الحربه ممكن يعمل خلخله في دفاع الامارات، ممكن نقدر نعمل نتيجة جيدة في خلال الشوط الأولاني. أنا كان تفكيري إن أنا أدي راحة لأغلب اللعيبة اللي هيلعبوا يوم الجمعة، لأن برضه والجهاز الفني بيشتغل عينه على الترجي، بطولة عينه على البطولة النادي الوصل الماتش بتاع الوصل ليه دور تاني، ليه لسه هنروح ماتش نقدر تاني نعوض فيه. نقدر نعوض هناك وهما مش بالقوة بتاعت الترجي، فلازم كنت أدي الفرصة للمجموعة اللعيبة، وخاصة ما فيش حد احتياطي في النادي الأهلي كلهم أساسيين. هي الفكرة مش في الراحة يا كابتن إبراهيم، بدون أقطع كلامك، هي الإصابات. لا قدر الله النهاردة يا كابتن سيد أنت عندك أيمن أشرف، لا قدر الله لو حصل حاجة النهاردة يعني ما أنا ما كنتش عايزه يلعب يا صبر رحيل بدأ يدخل، ما أنا قلت بس كده. لسه ما وصلش للحالة البدنية والفنية بتاعته العالية. أيمن أشرف مميز فيها وبدأ مع المنتخب، فهو لا قدر بس يعني خايفين على أيمن أشرف. عندك ما كنتش عايزه يلعب عشان كده، كان في محمد هاني كان ممكن يدخل ويشتغل ولعب مباراه النجمه اللبناني، بس اي حاجه في الدنيا يا جماعه بيبقى فيها ريسك شويه. ما لا احنا كان يعني احنا اصلنا برضه الجهاز الفني الله يكون في عونه، يعني عينه على كذا بطوله، البطوله العربيه النهارده والبطوله الافريقيه يوم الجمعه، يعني الله يكون في عونهم برضه في وضع التشكيل والاصابات ولسه الناس طالعين من الاصابات. بس عشان اخدك في حته ثانيه يا كابتن ابراهيم، يعني في كل مدير فني يقول لك ايه، كل حته فيها ريسك شويه، بس انا الريسك اللي عندي ما اقدرش اعمله في الخط الامامي، ما اقدرش اعمله مع وليد ازارو مثلا، يعني ما اقدرش اخد ريسك ان وليد ازارو يغيب عني، ما اقدرش اخد ريسك ان وليد سليمان يغيب عني مثلا، يعني ما اقدرش اخد ريسك مثلا يعني الخط يعني الخلفي، الخط الخلفي سعد سمير لسه راجع من الاصابه يتعور تاني يعني مثلا في حساباته. لا حتى لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله، لو ايمن مش موجود صبري موجود، يعني صبري موجود. لو عندك مع ان احمد فتحي، انا برضو قال انا احمد فتحي ربنا يستر يعني، بس احمد فتحي يمكن حساباته هو كمان كمدير فني يقول لك احمد فتحي من مباراه الاتحاد
ما شاركش خالص غير في مباراه وفاء الصيف الثانيه خلي بالك. فواخد جزء من الراحه برضو احمد. يعني لعب شويه في مباراه الاتحاد وتعور لو تتذكروا كان في اول ربع ساعه ولا ثلث ساعه. مباراه ترسانه بس اللي عدت. مباراه ترسانه بس الفتره طويله يا اسامه كانت الاتحاد في اوائل الشهر ولا حاجه كانت حوالي 6 أو 7 10 كانت 7 10 وفاء الصيف كان يوم 23 فانت بتتكلم على خد فتره راحه زي السوريه برضو. ما السوريه النهارده داخل بالرغم ان عندك يعني برضو هشام محمد كان ممكن يشتغل النهارده وممكن يتم راحه حسام عاشور لكن برضو حسام والسليه كانوا راجعين برضو من فتره اصابه ما لعبوش غير الاخر بالظبط كان لازم ياخد كان لازم ياخد السليه وحسام عاشور عشان برضو حته الاصابه طالعين من الاصابه كان لازم ياخده شويه عشان يرجع لهم يعني الناحيه الفنيه تبقى زياده عنهم ان هو يلعب الماتشات تبقى الناحيه الفنيه. طب انت كمدرب تمرين بقى يعني بص الحسابات احنا بنتكلم واحنا قاعدين في التكييف وبنشرب القهوه بلبن خلصت ومرتاحين جدا ومفيش مشكله وبنقرا التشكيله وبنقعد ننتقد الناس لكن انت كمدرب بتفكر في كل تفصيله صغيره يعني كل واحد له حساباته معينه له تفكير معين له استخدام معين لازم بص قبل اي مباراه المدير الفني بيحط سيناريو للماتش مين هيتحط هنا مين هيتحط هنا لو ده حصل له اصابه ممكن اغير من جوه الملعب ولا ممكن اغير من بره الملعب في لازم يبقى ليه حسابات معينه الشوط الاولاني هيبقى مين ومين هيريح الشوط الثاني لازم في سيناريو هو حاطه من البدايه يعني ما مش نازل الماتش 11 كده وشكرا وبس وخلاص لا في حسابات بتتعمل يعني هو ما حدش احمد فتحي اعتباطه لا هو حاطه 100% عشان في غلط في دماغه الماتش الجاي الوضع هيبقى ايه وانا بقول احمد فتحي مش هيكمل يعني مش هيكمل الماتش كله ممكن يتغير يعني. ممكن يتغير ممكن لو ربنا سهل لنا برضو مروان محسن ممكن يتغير ممكن سليم كلوبالي ممكن يتغير يعني ممكن العناصر الاساسيه اللي احنا معتمدين عليها زي ما بنقول كده ايمن اشرف وسليف كلوبالي والناس اللي احنا هنعتمد عليها ماتش الترجي ممكن هيبقى ليهم الدور في الشوط الاولاني بس وبعدين احنا ما نخافش من الثلاثه البرازيليين اللي موجودين في خط الهجوم يعني ما حطوش الا 7 أجوان بس في الدوري البرازيلي لغايه دلوقتي واحد حط جونين واحد حط جون واحد حط 3 أجوان ما يخوفوش قوي يعني فمش عايز النادي الاهلي ينزل وهو مرعوب ان شاء الله زي ما قال اسامه في عندهم مشاكل في خط الدفاع يبقى لازم الضغط عليهم في نص ملعبهم من البدايه عشان نقدر نسجل اهداف في الشوط الاولاني يريحونا ان شاء الله باذن الله في الشوط الثاني يعني. طيب كابتن ماهر يمكن هو الراجل مغير عبد الله خميس ده 96 وانا ميل ان رقم 96 او فوق الارقام دي ممكن يبقى زي عندنا في مصر ولا حاجه بس صغير في السن هو الطبيعي اللي كان بيلعب هزاع سالم لكن كان عنده مشاكل كتير حتى نسبه احراز الاهداف من المنطقه دي كانت وصلت ل 32% من الاهداف فواضح ان هو غير برده في اسلوب اللعب بتاعه تجنبا للحاله الفنيه اللي عند الباك ليفت او الباك شمال بتاعهم يعني احنا لما اتكلمنا على الوصل قلنا ان الوصل بظروفه 7 مباريات اللي اداها في الدوري الاماراتي ومكانته في الجدول واضح قوي ان هم متوسطين فنيا يمكن لما اتكلمنا على تحليل الخطوط بالنسبه لثلاث خطوط قلنا يمكن اضعف الخطوط اللي موجوده يمكن خط ظهر نادي الوصل لكن لو هنبص كده بالتشكيله هنلاقي انه عنده قوه ضاربه بالنسبه للخط الهجوم الثلاثه البرازيليين يعني بردك عندهم الخبرات وعندهم المهاره وعندهم التكتيك يقدروا يبقوا مشكله على خط ظهرنا دول ارقامهم وحياتهم ده جايبين اكتر يعني من 70% من الاهداف بالظبط يعني فواضح ان هم بيجيبوا بيجيبوا اهداف البرازيليين ستة فابيو 2 وكابو 3 يعني فينيسيوس ده طبعا يمكن مخرجنا جايب لنا يعني السي في او جايب لنا ارقام لكل واحد من الثلاث مهاجمين على الشاشه باماكنهم وبسنهم واخد بالك وعدد الدقائق اللي هم لعبوها واحراز الاهداف يمكن ليه مدى احرز هدفين كايو احرز 3 أهداف وبعدين دي ليما احرز هدف يعني مجمل بيجيبوا جوال يا كابتن سيد انا عايز اقول لك بقى ان احنا بالنسبه لنا واضح قوي ان في شفافيه وامانه بالنسبه لمستر كارتلون ان هو بدا يحط العناصر اللي بتجتهد من خلال التدريب من خلال الاسبوع يمكن او 3 4 أيام اللي فاتوا هو شاف ان المجموعه دي هي اصلح ان هي تقدر تقود مباراه الوصل من بدايه المباراه يمكن هو يمكن احمد علاء دخل بصفه اساسيه نتيجه زي ما قلنا يمكن احمد علاء شد انتباه الجهاز الفني خلال ده سعد مش في التشكيله خالص مباراه الترسانه اللي هي مباراه الكاس
وبعدين يمكن احمد علاء محمد شريف تم قيده من كام يوم عشان البطوله العربيه احمد علاء اوكي يعني هو الراجل مركز من الاول بالظبط لا انا قصدي ان هو عنده كان مشكله عشان سعد سمير طبعا يعني ما فيش غير سعد وسليف واحمد علاء النهارده بعد اصابه نجيب يعني وده بيرجع ليقظه الراجل وتركيزه زي ما اتكلمنا بكابتن ابراهيم واسامه وانت كابتن سيد قلت ان الراجل واخد بالك مركز في كل الجوانب الفنيه والجوانب الاداريه ومتابعها بشكل كبير جدا وملف من كل مباراه لكل مباراه النهارده بيضيف محمد شريف احنا شفنا محمد شريف الفتره اللي فاتت ان فعلا ورقه بديل باهداف يعني الراجل عايز بينافس بشكل كبير جدا يمكن مع احمد حمودي في المكان ده ميدو جابر بعد عوده الاصابه ميدو يمكن كان فترات برضك بيأدي بشكل جيد صلاح محسن وده يمكن الورقه الرابحه اللي احنا محتاجين خلال الفتره الجايه يبقى موجود في الملعب بشكل اساسي في النهارده بيبدا المباراه عوده مروان محسن في القوه الهجوميه يمكن مروان بعد الاصابه ما شفناش مروان بشكل جيد عايز اقول لك كابتن ثابت ان كابتن سيد ان اخطاء لعبت 20 سنه ورا ليه لعبت الله يرحمه ده مدير كوره لعبت 20 سنه ورا ليه يمكن الاخطاء اللي يمكن عامله صداع للجهاز الفني اللي شفناها في المباريات السابقه اخطاء حراسه المرمى والاهداف يمكن اللي دخلت لا محتاجه تركيز طبعا بشكل كبير جدا واخد بالك الحاجه الثانيه كمان يا كابتن سيد اللي احنا محتاجين نركز فيها الكرات الثابته اللي علينا عندنا مشكله في الكرات الجانبيه تمارك. عندنا في التمركز في التغطيه في البيلان الكرات الثابته اذا كانت من ناحيه الكورنر كل الناس باصه للكوره بس مش باصه للخصم مش محطوط الخصم بشكل ايجابي الفاولات الجانبيه كمان كابتن ابراهيم بتعدي علينا بشكل متعب جدا او شكل مقلق ما بنقدرش نصطادها بشكل جيد نتيجه عدم التمركز او عدم التغطيه او الاتقان في الحته الدفاعيه من ضمن الحاجات اللي يمكن عامله صداع في 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 في, في دماغ مستر كارتلون ثبات التشكيل يعني النهارده برضك من ضمن الحاجات اللي بيدور عليها ثبات التشكيل ده بيديلك نوع من التجانس الاستقرار الاداء يعني كل الناس تقول لك ايه النهارده ممكن يغير الراجل خمس ست لعيبه ممكن يكون في ذهنه لا انا مش عايز اغير خمس ست لعيبه ممكن خمس ست لعيبه ما يدونيش التجانس او ما يدونيش الرؤيه الفنيه او الجمل التكتيكيه او السيستم اللي احنا شغالين عليه بشكل جيد فالنهارده برضك من ضمن النقط اللي بيهتم بيها الراجل ان هو بيبقى فيه عنده ثوابت من خلال خطوطه الثلاثه اذا كانت في خط الظهر مثلا كولوبالي احمد فتحي في نص الملعب عمرو السوليه حسام عاشور بالنسبه للقوه الضاربه طبعا عوده مروان محسن وصلاح محسن عنده على الدكه بعض الورق اللي يقدر يضيفها بشكل جاي في احتياجات الفرقه لو انت كسبان اكيد هيبقى احتياجاتك دفاعيه لو انت خسران اكيد هيبقى احتياجاتك هجوميه عشان تقدر تاكيد ان كلامك هو مامن في كل خط بحد من الناس اللي يعني مركز بشكل جيد وتحسب لجازم حسام عاشور والسوليه في النص مروان محسن قدام يعني مامن ناحيه الشمال خالص مامن في كله ايمن اشرف في ناحيه الشمال مامن لا بره على الدكه مثلا صبري مش موجود مثلا هي بس الحته دي يمكن صبري الحته دي هي اللي صبري اللي مش موجود يا ممكن محمد هاني عملها قبل كده لا محمد هاني واحمد فتحي اللي يروحوا احمد فتحي ممكن يعملها ومحمد هاني ينزل ناحيه اليمين يعني عنده برضه حلول يعني في الحته دي طب التشكيله برضه يعني ممكن تزقه كده يعني صلاح محسن قدام الله يخليك زقه كده قدام كده شويه طيب كابتن اسامه مين الاوراق ذكر كابتن ماهر ان ممكن يستخدمها كارترون هل ممكن نشوف احمد الشيخ له دور النهارده مثلا كان ظهر بشكل كويس في مباراه الترسانه واحرز هدف الفوز واحرز هدف الصعود هل ممكن يتم الدفع بوليد ازار ولا وليد سليمان ولا حسب مجريات اللعب ولا حسب النتيجه يعني كل دي اسئله برضو ممكن تبقى في الاذهان هل هشام محمد ممكن يبقى له دور يعني من البدايه مستر كارترون واخد المباراه برضو بشكل جد يعني طبعا اكيد من بدايه التشكيل ومن بدايه الناس اللي قاعده بره معاه على الدكه يعني النهارده لو حصل كان أي ممكن هز. يطلع زي مباراه الكاس يحط بره وليد سليمان خالص بره التشكيل بره 18 وليد ازارو احمد حمودي لكن كل الاوراق الرابحه اللي بيستعين بيها يعني سواء ما بداش لكن قاعدين معاه حسب مجريات المباراه النهارده كابتن سيد وحسب النتيجه هيتم الدفع بالعناصر يعني النهارده يعني لو النتيجه الدنيا يعني كويسه والاهلي متقدم ممكن نشوف احمد الشيخ النهارده يبدا يديله فرصه ان هو اقتنع بامكانياته بعد مباراه الترسانه في الوقت القليل اللي لعب فيه ظهر بشكل كويس احمد الشيخ طبعا الدنيا قدر لو في مشكله والدنيا متازمه هيبدا يدفع بعناصر الخبره زي وليد سليمان زي وليد ازارو ممكن نشوف احمد حمودي الناس اللي رجلها في الملعب لكن النهارده يعني اتمنى ان شاء الله يعني المجريات اللعب تبقى كويسه والاهلي يقدر يحسم مباراه بدري
عشان يدي يعني راحه للناس العناصر المهمه عندنا زي ايمن اشرف زي احمد فتحي ممكن واحد بقى زي من خط الوسط حسام عاشور او السوليه حسب مباريات اللعب ان دي برضو يعني عناصر هيتم الاعتماد عليها خلال مباراه الترجي لكن يعني ان شاء الله التوليفه كلها يعني توليفه كويسه من بدايه المباراه الحاجه الثانيه المهمه جدا يعني اللي كانت سبب نقط ضعف عندنا شويه في مباراه وفاق الصيف دايما الفريق البطل والفريق اللي ليه هويه دايما يعني لما احنا بنتكلم نقول الاهلي زي برشلونه تلاقي برشلونه بيلعب بنفس السيستم بتاعه سواء بيلعب في ارضه او بره ارضه في اي مباراه حته الاستحواذ اللي ضيع مننا مباراه وفاق الصيف وخلانا ما نقدرش نسيطر على مباراه هي عمليه الاستحواذ في نص الملعب ده الميزه اللي بتميز دايما النادي الاهلي حته استحواذ ما بين حسام عاشور والسوليه وتدوير الكوره لميدو جابر ومحمد شريف وصلاح محسن الاستحواذ ده ما كانش موجود في مفاق الصيف وفاق الصيف كان لها ظروف مختلفه اولا الارض ترتان لعيبه جايه من اصابات ما انا بتكلم هي دي نقطه كتير النقطه اللي ما خدتش النادي الاهلي يقدر يتحكم في امور المباراه كانت سيئه النهارده لما كنا بنعملها لمده دقيقه ظهرت فرصه وليد سليمان صحيح عملناها لمده دقيقه ظهرت فرصه احمد حمودي مجرد ما بنعملها هي دي اللي بتميز النادي الاهلي فالنهارده ان شاء الله يعني عمليه التدوير تكون موجوده من بدايه المباراه المهم جدا عمليه الضغط اللي من صلاح محسن ومحمد شريف ومروان وميدو جابر والحاجه المهمه جدا وانت هتكون ضاغط لازم الوقفه الصح من ورا من ممتاز جدا سليف كولوبالي خصوصا ان هم عندهم خط هجومي اصلا رائع ده المميز بيه الوقفه الصح سليف كولوبالي واحمد علاء وسواء يعني ايمن اشرف واحمد فتحي 100 100. طيب انا ممكن اضيف حاجه يعني اخدها من كابتن اخويا كابتن حشيش اضيف حاجه كابتن حشيش استشعر كده من التشكيله برضو النهارده ان هو ممكن يكون بيجهز ميدو جابر ان هو يتم الدفع بيه من البدايه في مباراه الترجي على حسب حاله ميدو جابر يمكن دفع بيه في مباراه وفاء الصيف ما كانش جاهز قوي لانه كان بعيد شويه عن المباريات فالحته البدنيه ما ساعدتوش بشكل كامل لكن النهارده لو حالته زي ما كانت حالته قبل الاصابه يعني اعتقد كده او استشعر كده ان هو ممكن يبقى له تواجد من بدايه مباراه الترجي يا كابتن ابراهيم. هو ميدو جابر من اللعيبه الممتازه اللي بيقدموا مستوى جيد على مدار الموسم لولا بس الاصابه اللي لحقت بيه والواحد لما بيرجع من اصابه بياخد وقت قبل ما ياخد اللياقه الفنيه بتاعه الماتشات. فانا بضم صوتي لصوتك والحشيش برضه عشان نديله حقه ان ميدو جابر بيتجهز هو بص حته اضافه هو بص الاهلي بمنحدر المجموعه بتاعه النادي الاهلي كل المقيدين في النادي الاهلي على مستوى اكثر من ممتاز وبالتالي كلهم قادرين اللعب كلهم بيتمرنوا مع بعض اي تشكيل بينزل عارفين الواجبات الهجوميه اللي ليهم الواجبات الدفاعيه اللي بيعملوها لما الكوره بتبقى مع الخصم وبالتالي حته التغليف في التشكيل وان ده يلعب هنا وده يلعب هنا انا مش قلقان منها انا مش قلقان منها لانهم كلهم على مستوى جيد ومستوى مهاري عالي هي بس حته اللي طبعا الكالتورون الحقيقه بيعملها بشكل جيد جدا اللي راجع من اصابه بيديله عشان الاحتكاك بتاعه يزيد واللياقه الفنيه بتاعه الماتشات تيجي اللي كان مجهد بيريحه شويه الحقيقه بيدور الفرقه بطريقه جيده وخاصه يعني بيلعب في 4 بطولات البطوله المحليه والبطوله الافريقيه والبطوله العربيه البطوله الافريقيه واحد والبطوله الافريقيه بواحد وبطوله افريقيه بشرطه السنه دي وفي لعيبه عندك منضمين للمنتخب ولعيبه في المنتخب الاولمبي وبيجوا لك الله اعلم بيجوا لك مصابين او مجهدين او يعني الموضوع كبير قوي في النادي الاهلي محتاج الاجهزه الحقيقه على مستوى جيد جدا انهم قادرين يوصلوا في الاربع بطولات بالطريقه دي وصلوا للمباراه النهائيه دلوقتي في البطوله العربيه وان شاء الله الماتشات المتبقيه ليهم في الدوري يقدروا لو حققوا فيها مكسب ان شاء الله هيبقوا في المراكز الاولى فربنا يكرمهم ان شاء الله رب ان شاء الله. طب كابتن ماهر سريعا بقى خلاص فاضل 3 دقائق ونطلع على طول نتفرج على اللقاء اتكلمنا على الطريقه لكن الاسلوب بقى هل الاهلي يعني يعمل ضغط من عالي مثلا في كل انحاء الملعب ولا هيستنى في جزء معين من الملعب تتوقع البدايه بالنسبه لكارترون وللنادي الاهلي تبقى عامل ازاي؟ السؤال ده مهم جدا يا كابتن سيد يمكن اسامه اتكلم على الاستحواذ والضغط واخد بالك انت احنا مش حاسينه بصراحه يعني لو رجعنا للسنه اللي فاتت هنلاقي ان بدايه الدور الثاني السنه اللي فاتت النادي الاهلي كابتن ابراهيم كان عنده الميزه دي الضغط على الخصم ثم الاستحواذ بعد الاستحواذ البساط اللي اتكلم عليه اسامه لحد ما تبان ثغره ابدا اخش من خلالها. احنا النهارده يعني الجزئيه دي مش حاسينها نتيجه لعده عوامل اصابات الاجهاد
عدد المباريات، لكن ديت كانت ميزه من ضمن ميزات النادي الاهلي اللي احنا بنمتاز بيها. الراجل ده ما لعبش ماتش كامل. بالظبط. العناصر كلها موجوده. بالظبط. فانا عايز اقول واحد العناصر كلها موجوده، احنا فاقدين ده يا كابتن سيد، وهي ديت اللي مخليه يعني حلاوه النادي الاهلي. مش الناس بردك تقول لك ايه، في نتائج، لكن احنا عايزين حلاوه الاداء. فانا عايز اقول لك ان النقطتين دول اللي احنا اتربينا عليهم يا كابتن ابراهيم، اللي طول عمر النادي الاهلي بيورثها من جيل لجيل. الضغط على خصم حامل الكره في اي مكان، يا اما من قدام يا اما من الجناب يا اما في نص ملعبك، وبعد الضغط الاستحواذ اللي فيه البساط بقى. اللي احنا شفناها. ويمكن ديت انا يمكن هرجع بالزمن شويه لمستر مانويل جوزيه، الاضافه اللي اضافها لجيل النادي الاهلي في الوقت ده هي دي النقطتين دول، انك انت بتعرف تضغط، وبعد ما تضغط وتستحوذ بتعمل الباصات اللي احنا كنا بنعدوهم بقى، واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، وبعد الباص ال 13 يجي جول. فدي كانت الميزه اللي كانت موجوده. الدور الثاني السنه اللي فاتت في وجود سيد وحسام البدري كانت موجوده، حتى احنا يمكن قلنا النادي الاهلي الشوط الثاني بالذات بيبقى لما بيخش نص ملعب الخصم بيبقى عنده الباص من لمسه واحده، ودي كانت الصعوبه. ده الجديد اللي كانت على اداء النادي الاهلي. انا طبعا عاذر الجهاز الفني مستر كابتن ومحمد يوسف ان السنه دي الامور صعبه بالنسبه لهم، دخولهم لبطوله بطوله ثم الاصابات ثم الجهاد اللي واقع على اللاعبين ثم دخول بعض عناصر، فكل ده ما يديكش الحلاوه في الاداء زي ما سيد بيسال طريقه اللعب والشكل والاداء من خلال الطريقه. اذا كنا نلعب بطريقه 4-2-3-1 ننفذها ازاي دفاعيا وننفذها ازاي هجوميا؟ بس النهارده هيلعب 4-4-2. لكن او 4-4-2 ازاي ننفذها دفاعيا وازاي ننفذها هجوميا؟ هو ده طبعا شغل الشاغل بالنسبه للراجل، لكن وجود كل 3-4 ايام يا كابتن ابراهيم يا كابتن سيد يا كابتن اسامه بتبقى صعب على الراجل ان هو في الجزئيه دي يبدا يصلح مشاكل وقع فيها خط الدار او وقع فيها نص الملعب او يصلح مشاكل هجوميه شايفها فيها قصور من خلال اداء المباريات السابقه. تمام. نضغط من فوق يا كابتن اسامه ولا تلعب تلت ملعب يعني؟ لا نضغط من الاول، من بدايه المباراه، خاصه ان عندهم مشاكل في خط ظهرهم نقدر نستغلها. وزي ما بقول لك يعني النهارده يبقى فيه فايده لو خلصنا المباراه بدري تقدر تريح الناس، تستعين وتجهز ناس من اللي موجوده بره زي محمد هاني زي احمد الشيخ. وزي ما انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا دلوقتي يا كابتن سيد، هي ميدو جابر النهارده فرصه لتجهيز ميدو جابر. لو احنا رجعنا لمباراه الاهلي والترجي اللي كانت في تونس، كان من عناصر مكسبنا في تونس هناك كان ميدو جابر، ادى مباراه رائعه. الوقفه الدفاعيه بتاعته صح، بيتميز بيها عن احمد حمودي، يعني كان من نقط الضعف عندنا في فوق الصيف. احمد حمودي في الشق الدفاعي الوقفه بتاعته كانت غلط، كان دايما بيضرب في ظهره من الباك ليفت، كان وقتها فرحاني كانت تتحط في ظهره فكان الراجل بيعملها كروس باص. ميدو جابر بيجيد الحته دي في الناحيه الدفاعيه، فالنهارده ان شاء الله هتكون ميزه كويسه لميدو جابر في الوقفه الدفاعيه، ويعني يتم تجهيزه بدنيا كويس عشان نستغله ان شاء الله في مباراه الترجي النهائي. اوكي، هنشوف اهداف من البدايه يا كابتن ابراهيم ولا هتاجل اهداف شويه؟ لا ان شاء الله هنشوف هدف من البدايه للاهلي ان شاء الله. للاهلي طبعا. اوكي، في حاجه ثانيه حد عايز يضيف اي حاجه؟ كله تمام؟ 100 ان شاء الله. يعني مرضي يا عم؟ يا مرضي جدا. مرضي جدا. على بركه الله. نطير نتفرج على اللقاء الاهلي والوصل الاماراتي في كاس زايد للانديه الابطال، بكل التوفيق للاهلاويه باذن الله، في مشاهده كويسه ونتيجه كويسه باذن الله. ما تروحوش بعد اللقاء في اي مكان تاني، هيكون معانا استوديو تحليلي وكل خاص او كل حاجه خاصه باللقاء، بلقاء الاهلي والوصل الاماراتي.